مدرسة ولا في معبد ولا في مسجد. اللي اشرت اليه في السبيتش بتاعت هيلين هانت اللي بتقولك انا بجيب الضحية وبجيب المجرم وبقعدهم بقعدوا مع بعض يتكلموا مع بعض عشان نستفيدوا ما تتكررش. حتى صحيح. المجرم والمجني عليه بيقعدوا مع بعض. هي طيب. الفكرة لازم هي لغة الحوار. طيب. اي مشاكل موجودة في اي مكان بعد في سوريا او في العراق كل واحد بيبحث عن ايه دلوقتي سبل صحيح. للحوار عشان يبقى في حلول سياسية عشان ما فيش ناس تانية. طيب دكتور معتز في نقطة